من علي ابن ابي طالبم، حیدر چرارم، اسداللهم. ابا الحسين بن علي، اني انا العباس نجل علي المرتضى المؤيدي. أنا علي بن الحسين بن علي. إني أنا القاسم من نسل علي. لا والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل، ولا أفر فرارا. من بعد الحسين هوني، أضربكم بالسيف أحامي عن أبي. هذا حسين كالأسير المرتهن. سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، هل لا تأذن لي في قتال هؤلاء القوم؟ عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: السلام عليك يا ولي الله وابن وليه. الأكبر معصوم، ولي بشهادة الإمام الصادق عليه السلام. علي الأكبر روحي له الفدا، له صفات عظيمة. طبعا هو ابن إمام وحفيد علي أمير المؤمنين، جده الإمام أمير المؤمنين. لو نشوف مولاي علي الأكبر وعبادته، كان من أعبد الناس علي بن الحسين الأكبر سلام الله عليه، ومن أكرم الناس. يحدثنا أهل التاريخ أنه فتح في داره مضيفا كبيرا للفقراء والمساكين. يوم من الأيام يقولون أن معاوية بن أبي سفيان قال: أو تعلمون، قال لأصحابه بالشام: أو تعلمون من أحق بالخلافة مني؟ قالوا: لا، من؟ قال: علي بن الحسين الأكبر، فإن فيه عزة هاشم وزهو ثقيف. اللهم اشهد عليهم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بحبيبك محمد صلى الله عليه وآله. وجدت صفات في الأكبر ما وجدت حتى في الأنبياء. الإمام الحسين عليه السلام يقول: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، قد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك. بعد: وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية رسولك نظرنا إلى هذا الغلام. ومو يشبه بس بالمشي، لا، خلقا وخلقا ومنطقا، يعني يحمل الصفات اللي الله قالها في القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم. الآن تلتفت ليش الإمام الحسين يبكي على الأكبر؟ يبكي على شبه رسول الله، يعني بكاؤه كان على جده، على أخلاق النبي، على منطق النبي. يعني النبوة كلها تجسدت في علي الأكبر. من هو علي الأكبر حتى يكون شبيه رسول الله؟ ومو يشبه بس بالمشي، لا، خلقا وخلقا ومنطقا، يعني النبوة كلها تجسدت في علي الأكبر. أول شهيد من بني هاشم علي بن الحسين الأكبر سلام الله عليه. علي الأكبر سلام الله عليه كان صاحب راية للحسين يوم عاشوراء. علي الأكبر كان المسؤول العام
على حماية النساء والأطفال، حارس المخيم. لذلك لما أراد أن يودع النساء والأطفال يقولون داروا عليه من كل جانب، واحدة منهم كانت تنادي: أين تذهب يا حمانة؟ وين مدفون مولاي علي الأكبر؟ داخل ضريح المولى الحسين. في أي مكان؟ عند رجلي أبيه الحسين. هذه الكسرة اللي تشوفها بالضريح، الضريح الوحيد بين أضرحة الأئمة ما فيها هالكسرة السداسي، هذه لمولاي علي الأكبر مدفون عند رجلي أبيه الحسين بوصية من عنده. أوصل الإمام زين العابدين في ليلة عاشوراء، قال: أخي لقد أخبرت بأنك أنت من تدفننا، ستأتي لدفننا، فإذا أردت دفني ادفني عند رجلي والدي الحسين، خلي لي عند رجليه. النبي صلى الله عليه وآله يقول: وهب الله الحسين بثلاث ما وهبها لأحد: جعله الشفاء في تربته، والدعاء مستجاب تحت قبته، وأيضا ماذا؟ جعل الأئمة من ذريته. علي الأكبر يشارك الحسين في ذات التراب، لأن قبره ملاصق لمن؟ لقبر أبيه، ويشارك أباه في القبة التي يستجاب تحتها الدعاء، لأن القبة التي أظلت قبر الحسين أظلت قبر من؟ قبر علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. من هالإنسان هذا اللي أخذ صفات الحسين وأخذ مميزات الحسين في نفس القبر وفي نفس القبة ونفس التراب؟ أنا علي بن الحسين بن علي، نحن ورب البيت أولى بالنبي، والله لا يحكم فينا ابن الدعي، أطعنكم بالرمح حتى ينثني، أضربكم بالسيف أحامي عن أبي، ضربه لامي هاشمي علوي.